احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي الذي يشرفني ان احل عليكم ضيفا في بيوتكم في مثل هذا الموعد من كل اسبوع من البيوت الامنه. ادعو الله عز وجل في بدايه هذه الحلقه ان يؤمن بيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا العربيه والاسلاميه، وان يحل الامن والسلام في ربوع العالم الاسلامي. ان ربي ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، امين يا رب العالمين. ثم اما بعد، الانسان كما قال صلى الله عليه وسلم عن وتكلم عن مضغتين هامتين في الجسد، إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله. فقال عليه الصلاة والسلام: اللسان أو القلب، أو القلب واللسان. حقيقة الأمر أي جارحة من الجوارح يعني عملها شيء جميل وطيب ومؤثر، لكنها قد تعود على الإنسان خاصة. يعني العين عندما تنظر هنا وهناك، او يعني اذا غضت عن محارم الله او غضت عن عيوب الناس، هذا شيء طيب. والاذن اذا لم تستمع الى الغيبه والنميمه والخوض في اعراض الناس ونشر الفتن في المجتمع، ويعني اشاعه الفوضى في المجتمع عن طريق ان نستمع الى الاشاعات من هنا وهناك، شيء طيب أن تكف اليد عن إذاء الناس أو عن كتابة، مثلا إذا كانت مهمته أن يكون كاتبا أن يكتب بيده شيئا يوضع له في ميزان حسناته، هذا شيء طيب. وإن خط شيئا آخر يوضع له في ميزان سيئاته، فهذا يعود عليه. القدم كذلك، فالجوارح قد تعمل لصاحبها، أما القلب بالذات فلا يعمل لصاحبه فقط، لا، القلب طبعا واللسان، لأن اللسان ده مترجم عما في القلب. القلب ده عبارة عن مخزن مستودع، واللسان معبر عن ما في مكنونات القلب. فأنا لو قلبي الإناء مليء بالعسل، فأنا أدخل المغرفة أو الشيء اللي أخذ من هذا الإناء لن يخرج حنظلا، ولن يخرج قطران، أو يخرج سبحان الله رمل، إنما إناء العسل إذا أخذت منه أخذ عسلا. فإذا وضعت في هذا الإناء شيء آخر، فالمغرفة تأخذ الشيء اللي أغترب به، يأخذ من هذا الإيه؟ من هذا الإناء. فإذا رأينا إنسانا بذيء اللسان يبقى لازم يكون بذيء القلب. إذا كان إنسان وضيع اللسان يبقى وضيع القلب. إذا كان منحط اللسان يبقى منحط القلب. إذا كان سبحان الله ذكي اللسان يبقى ذكي القلب. إذا كان قلبه فيه الخير تظهر في على لسانه كلاما طيبا. أما قضية أن فلان لا تغضب منه فهو قلبه طيب وأبيض، ولكن هو له فلتات، نقول له لا لا لا، يصلح قلبه. لأن لو صلح قلبه مش صلح لسانه بس، لا، صلحت جوارحه. إذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. المنبع والمخرج القلب واللسان. تكلمنا عن اللسان كثيرا. البيوت تأمن والمجتمعات تأمن، ونحن نتكلم عن البيوت الآمنة عشان الصراعات القائمة الآن في العالم كله نتيجة القلوب المريضة والقلوب السقيمة والقلوب الميتة والقلوب اللي عليها غشاوة. تعالوا كده نذكر بأنواع القلوب وعجائب القلوب. وأنت ولدي المشاهد وابنتي المشاهدة والذين يحبون ونحبهم في الله، أنا هصف قلب يعني إذا سمحت لنا الحلقة وقتها بهذا، وشوف انت قلبك تبع من. والله ان كان قلبك سليم اسجد لله شاكرا، لان كل واحد فينا بيدعي ان قلبه سليم. النصاب يقول لك انا قلبي سليم، والحرامي قلبه سليم، والذي يفتري في خلق الله سليم، واللي بيبقى بعشرين وجه وهنا يجلس مع المصلين يقول لك الصلاة، يا سلام على الصلاة. إذا جلس مع المزمرين مزمر، مع المدخنين مدخن، مع الفوضويين فوضوي، هو ما شاء الله ملون ألوان قوس القزح، مش سبع ألوان، لا، ده هو 700 لون كل يوم بلون، كان حرباء
مصيبتها ان وقفت على الاخضر تصير خضراء، وقفت على البني تصير بنيه، يسموها في علم الحشرات وعالم الحيوان صفه المماتنه. المماتنه اللي هي التلون بكل سطح تقف عليه. فان جلس مع اهل الخير يقول يا سلام الشيخ عمر ده مفيش منه، هو المريدين بتوعه كلموا في الله كلموا كلام جميل. يروح مع اهل مش عارف الفوضى يلا يا شيخ ساعه الحظ لا ايه لا تعوض، وهكذا. هو يعني سبحان الله لكم لكم عليكم عليكم كما يقول اخواننا باللهجه العاميه. اولا اسلم القلوب وانقى القلوب وافضل القلوب بعد قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القلوب السليمه، وده اول نوع من القلوب. يعني الفوضى اللي في العالم كله عشان القلوب غير سليمه. والعجيب ان المليار و500 مليون الا واحد، يعني هم مليار و500 مليون الا واحد. الواحد ده يقول ايه؟ يقول يا اخي القلوب ما اصبحتش سليمه، الناس قلوبها غير سليمه. تمام؟ هو يصف مين؟ يصف المليون و499 و999 الف بني ادم ما عدا هو، هو بس اللي صاحب القلب السليم. مع انه لو عرض على استاذ قلوب، يعني استاذ قلوب يعني يشوف ضيق الشريان والصمام والصمامات وغيره، لا هو يرى صمامات الايمان فيه. فهو لا يرى قلبا سليما في العالم الا قلبه هو بس، مش اللي هو بس، لك انا قلبي قلب عثمان بن عفان، يقولها كذا، انا قلبي قلب ابي الدرداء، قلبي كده قلب عبد الله بن مسعود. يا الله، ثم للعالم من يقول لك من الناس، والناس يقولون عنه هكذا. طيب، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى ده القلب الوحيد المقبول عند الله يوم القيامه. سليم من ايه؟ اول شيء سليم من الافه الكبرى، الكبر. اذا كانت الخمر ام الكبائر فالكبر ابوها، والعياذ بالخمر ام الكبائر، هكذا يقول عنها صلى الله عليه وسلم، الكبر ابو الكبائر. ليه؟ لأن المتكبر لا يرى إلا نفسه، وشايف أن هو من صناعة خاصة ومن طينة خاصة، الناس مخلوقين من طين، لا هو أنا غير يا رجل، أنا مختلف، أنا أصل الناس يا إما مثلي يا إما أن يحاولوا أن يكونوا مثلي يا إما لن يكونوا مثلي. يا ستار يا رب، طب وأنت لما تشيل تحذف هذا الإنسان وتضع إبليس، طيب ليس يطلع متكبر صغير بجوار هذا المتكبر الكبير. حتى ربنا لما تكلم عن الكبر والعلو، العجيب ان الانسان احيانا ما ياخدش باله، قال ان فرعون علا في الارض، مش علا في السماء، لا علا في الارض. طب في حد يعلو في الارض؟ تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. اذا العلو الذي في الارض ما هو في الارض يبقى مش علو. في واحد يعلو في الارض، اللي عايز يعلو يطير يطلع فوق سبحان الله، لكن هو لا يستطيع. اذا القلب السليم اول علامه له تواضع صاحبه، يرى انه اقل الناس واكثر الناس ذنوبا، وان هو مقصر من ناحيه الاسلام ومقصر من ناحيه دينه ومقصر من ناحيه وطنه ومقصر من ناحيه مؤسسته اللي يعمل فيها، مقصر من ناحيه زوجته واولاده، مقصر من ناحيه جيرانه. اول ما يشعر بالتقصير يبقى الانسان متواضع. اول ما يشعر ان هو متكامل يقول لك بعلمك، عارف الوزاره دي من الوزير لغايه الراجل الحارس اللي واقف على الباب، على دماغي انا اللي شايل المؤسسه. عارف يوم ما يحررني للتقاعد المؤسسه دي تخرب والوزاره دي ولا لا اله الا الله. هو عامل انه مدار الكون كله، وعشان هو مدار الكون قاعد يوزع على الناس جنه ونار. يقول الله ابن اخويا ده انا اشك انه داخل الجنه، ابن اختي ده يلا انت معاك المفاتيح وانا مش عارفين. اذا المصيبه الكبرى انه يرى انه عينه فوق الناس. عارفين عمرو ابن كلثوم لما يقول ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. يا الله يا الله، هو لما يشرب ماء صافي، اما غيره دول ناس اوباش السوق والدهماء، وبالنسبه له لانه متكبر يرى ان الناس لازم يشربوا كدر وطين. لما الرضيع عندهم يفطم عند سنتين الجبابره بتوع العالم يجوا يسجدوا له. تخيل الرضيعهم ده ما شاء الله عليه
لو دخل على الثانوية العامة ولا على كلية الحاسوب ولا أمال الناس تعمل في إيه؟ هو رضيع ها؟ أو مفطوم وسجد له الجبابرة، أمال لما يكبر شوية؟ تخيل هذا الكبر العربي الذي في غير موضعه جاء الإسلام لينهي هذا، لينتهي. سبحان الله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار جعل صحابته يسيرون أمامه ويقول خلوا ظهري لملائكة ربي، لأنه كان لما يمشي الأرض تطوى له طيا كأنما ينزل من منحدر، يعني كأنه نازل من جسر يعني من منزل، فالأرض تطوى له. عارف المطارات لما تجد السير الكهربائي أنت بس واقف والأرض تتحرك تحتك، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. فعشان لا يجد أصحابه تواضعا منه سبحان الله يعمل إيه؟ يخليهم يمشوا أمامه عشان لا يجهدهم في المشي، لأنه ربما مش واخد باله أن فيهم ضعيف، فيهم متعب، فيهم مريض، فيهم. هكذا تواضعه صلى الله عليه وسلم. تروي كتب السير أنه ما رؤي مادا قدميه في بين صحابته قط، لما يجلس كده ما يمدش رجليه أبدا سبحان الله، وإذا وصل إلى المجلس جلس حيث وصل به المجلس، لما يوصل المجلس يجلس في مكان ليس له صدارة سبحان الله. وكان يقول هل أدلكم على رجل من أهل النار؟ يا ستار يا رب، رجل من أهل النار من يا رسول الله؟ قال رجل جالس وبين يديه رجال قيام لا إله إلا الله. ليه الكلام ده كله؟ احنا كلنا كلكم لآدم وآدم من تراب. أول الأعرابي ما شافه قالوا هذا رسول الله، الرجل ارتبك وارتعش. طبعا الرسول له هيبة، أنواره صلى الله عليه وسلم تسطع، فارتبك الرجل. قال له واضعا يده الحنون على كتف الرجل هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. الله، يعني أنا أنجبتني واحدة صالحة اسمها آمنة بنت وهب كانت تأكل القديد، يعني أنا من الناس، لست عينة خاصة، ده من عدية القوم. أمال التاني من إيه؟ من صفة القوم. الإنسان يعلو بأخلاقه، يعلو بدينه، يعلو بتقواه لله، يعلو بتوكله على الله. أما الإنسان يعلو بكلمات ولا بذراع ولا بقتل الناس وإيذاء الناس، ماذا يقولون لرب الناس يوم القيامة؟ أول صفة، يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا القلب السليم ده أول صفة فيه أنه قلب شخص متواضع. إن كان بين الناس فكبير الناس له أب، وصغير الناس له ابن، وأوسط الناس من في عمر له أخ، فهو بار بأبيه، واصل لأخيه، عطوف على ولده. هكذا هو مع الناس. وبعدين ينظر إلى الناس على أنهم أحسن منه، يقول يا سلام فلان ده أنا مولود سنة 60، هو ما شاء الله مولود سنة 40، يبقى إيه بعشرين سنة. طيب اللي مولود سنة 40 ده عشان أحسن مني عند الله، ليه؟ لأنه سبقني بالحسنات على مدار 20 سنة. طيب إذا كان العكس، هو اللي مواليد 60 هو مواليد 40 والتاني أقل منه 20 سنة من مواليد 60، يقول إيه؟ يقول لا، اللي أصغر مني ده أفضل عند الله مني. ليه يا عم؟ يقول أنا سبقته بالذنوب، أنا سبقته بالذنوب. وإذا كان في عمره يقول أنا أسوأ منه لأنني أعرف من الذنوب ما لا يعرفون، أهو ده علامة القلب السليم، أن يرى نفسه أقل الناس، وينظر في الدين إلى من هو أفضل، وينظر في الدنيا إلى من هو أقل. يعني لما يلاقي واحد سبحان الله يعني هو في الدنيا راكب على أقدامه سبحان الله، يقول الحمد لله أن عندي صحة وأستطيع المشي. ده في واحد ما عندوش صحة ولا يستطيع المشي، مش اول ما هو ماشي على رجليه نظر للراكب السياره ملايين. يا ابن الحلال، لا يعني لا تتطلع الى ما عند الناس، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. اذا وجب عليك الا تستقل نعمه الله عليك. ولكن هذا الموضوع يحتاج الى تفصيل اكثر، ونحن نتحدث عن القلب السليم. سلم الله قلوبنا جميعا، ارجوكم كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله، نواصل عن عجائب القلوب والقلب السليم وغير السليم. سلم الله قلوبنا بفضله، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، وما زلنا مع القلب السليم الذي خلى من الكبر، او خلى الكبر من صاحبه، او ابتعد صاحبه عن الكبر فيرى الناس كلهم افضل منه، وده علامه القلب السليم الحقيقيه.
لان اول ما ارى انني خير من فلان خلاص صرت ابليسي النزعه. الجينات الشيطانيه او الابليسيه هي التي تضيع على الناس الاعمال الخيره. ليه؟ لان دايما للاسف اللي شايف نفسه افضل من، هو شايف نفسه افضل من زوجته، شايف نفسه افضل من اخيه، شايف نفسه افضل. الله، هو صاحب الجنه ماذا صنع؟ قال انا اكثر منك مالا واعز نفرا. فلما الكبر دخل قلبه اصبح قلبه مش سليم. قال انا اكثر منك مالا واعز نفرا. وبعدين لو دخل جنته وهو ظالم لنفسه، جه منين الظلم؟ لانه متكبر، ظلم روحه. لان الانسان يجب ان يتواضع. ليه يتواضع؟ لانه من الطين، هو في طين ندوس عليه. يتكبر يعني امشي طر ان استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. يعني انت عايز تشعر انك متميز، طير في الهواء، لان غلط انك تعيش على ارض الناس. يعني عيش مع الناس لان انت منهم. فاذا القلب السليم قال ليس فيه هذا الكبر. لا يعرف هذا القلب الحقد ولا الحسد ولا الضغينة ولا البغضاء ولا المكر ولا اللف ولا الدوران. قلب كده لما تعصره يقطر محبة للناس، بس بإيجاز، يعني يحب الناس، عنده محبة للناس، لا يكره الخلق، بالعكس يحبهم في الله. وإذا أبغضهم يبغضهم في الله، يعني يبغض عمله مش يبغض الشخص. يعني يجي واحد مثلا جار لي والعيال سكين خمر، لا يصلي، لا أبغضه كشخص، أنا مالي بيه، ربنا يهدي له حاله، هو أفضل مني عند الله من عاره، أيوة توب اليوم أحسن مني 100 مرة، لكن أبغض عمله، أبغض إنه لا يشرب الخمر، عديم الصلاة، لا. فالمؤمن يعني يفتح صدره وقلبه لمحبة الناس. في نوع من القلوب اللي هو القلب الساكن. ربنا يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. يبقى مين اللي ينزل السكينة؟ الله لما ينزل السكينة في قلب عبد يخليه يطمئن. ايه اللي رعب الناس؟ العالم كله العالم كله يخوف العالم كله. كله يقول لك ايه؟ في الغد لن نجد قطرة ماء لنشربها. في الغد سوف تقل نسبة الأكسجين. خلاص يا عم، ما تقول القيامة هتقوم وخلاص. هتيأس الناس من رحمة الله. ليه؟ لما فيه حياة يبقى فيه ماء. مفيش حياة مفيش ماء. أو مفيش ماء مفيش حياة. إذا كانت هي الأسباب يعني. لما ربنا يشاء بزوال هذا الكون خلاص، يعني يعمل زي يعني كده يقطع عليهم الرحمة. معقول يعني هذا الكلام؟ لا تيأسوا الناس يا عم، طالما في حياة في أسبابها. ما فيش أسباب خلاص ربنا سبحانه وتعالى أراد بالناس أمرا آخر. يعني خد السكينة تنزل إلى قلبك، لا تخف من الغد. تقول لو أن المدير إن لم أنافقه أو الوزير إن لم أعطيه قصيدة كلها مدح ونفاق لا يرقيني وقد يستغنى عني، والعياذ بالله، يبقى رزقك عند المدير. قال ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني لا البنك المركزي ولا غير المركزي يصل الى ايه؟ الى السماء اللي فيها مصدر الرزق. ليه؟ لان رزقك نازل من ايه؟ من فوق. ورزقك كما قلت لك يسعى اليك وانت لست تسعى اليه. هو جيلك جيلك يا ابن ادم. لو ركبت الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق فسبقك ثم دخل في فمك. ولو فررت من الرزق فرارك من الموت لأدركك الرزق كما يدركك الموت. هي دي سكينة القلب. الناس كلها في رعب، ولك لو بكرة أحالون على التقاعد أروح فين؟ ولو فصلون العمل منين نطعم العيال؟ الله، هو أنت اللي تطعم العيال؟ خلاص إذا كنت تطعم العيال طب ما تطعم الناس يا ابن آدم. سيدنا علي يقول إيه في خطبة جمعة شهيرة له؟ يقول يا ابن آدم إن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. أنت ملياردير عندك 60-70 مليار 100 مليار 500 مليار، طب ارزق الخلق يوم واحد. 7 مليار دول اكلهم وشربهم واكسهم واعمل لهم ويسر لهم. يا اخي لا تستطيع. وان غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك. انت لا انت قوي ولا يا ربي انا ضعيف، فقوي يا ربي في رضاك ضعفي. يبقى هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليه؟ ليزدادوا ايمانا مع ايمان. السكينه تخلي الانسان يترقى في الايمان. لا تخف من الغد. الغد يا ولدي ويا ابنتي ان كان من رزقك ان كان من عمرك، رزقك جيلك جيلك بعز عزيز او بذل ذليل. واعلم ان رزق الله
لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. الرزق جاي. يعني ايه الرزق جاي؟ يعني مثال الرزق الناس تظن انه المال السائل، المال اللي في يدنا، ابدا، ده نوع من انواع الرزق. الزوجة الصالحة رزق، والولد الصالح رزق، والبنت الصالحة رزق، والسكن والامن رزق، والطمأنينة رزق، والسلام الاجتماعي رزق، والحكم الصالح رزق، واخوانك في الله رزق، وجود خمس يعني خمس مرات اذان تسمعه باذنك هذا رزق، تحبب في قراءة القرآن رزق، الناس تحبك هذا رزق. كل انواع من الارض. اشمعنى انت ركزتها في الايه؟ في الرزق السائل. ده نوع. لكن ان ترزق الايمان، وده احلى رزق. احلى شيء ان ترزق الايمان بالله. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين. ليه؟ ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. فالذي ينزل السكينة انما هو رب العباد. بس في نقطة. لما انت تسكن قلبك بيقينك فيما عند الله، السكينة تنزل عليك. اما اذا كنت مشوش وقلق وخائف من الغد، من الواجب الا تخاف من الغد. بالعكس بالعكس، قال شاعرنا: كن عن همومك معرضة، وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. الله، كلام الحكماء جميل. يعني لا تكن متعرضا، يعني ما تعترضش على الاحكام. قول يعني الولد ده مريض، بكره يخف ان شاء الله ويشفى. البنت دي يعني ان شاء الله ربنا يصلح لها امرها. الولد ده متعسر في الدراسه، ربنا ياخد بيده. المره دي لم تنجح، ما فيش مشكله. يعني اذا القضيه خليها على الله ورب العباد سبحانه وتعالى. اذا اعطي الامر كان الامر عنده بين الكاف والنون، كن فيكون. خلاص. ليه؟ لان الامر عند الله لا يحتاج الى وقت ولا الى اسباب ولا الى مسببات. اذا اراد شيئا خلاص انتهى الموضوع. فدايما ادعو الله ان ينزل عليك سكينته. لما تنزل السكينه على قلب المؤمن، الله اكبر. في نوع من القلب، القلب المهدي، قلب المهتدي. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله. يعني يقول لك يا استاذ ما احنا كلنا مؤمنين بالله. يعني احنا نؤمن بالله ساعة الرخاء، ساعة الحالة فيها محبوحة. اول ما نمرض يقول الم صدري، قلبي، دماغي، عيني، اذن، لا اله الا انت. يا اخي لمن تشكو؟ يا اخي ليك يعقوبي المذهب، انما اشكو بثي وحزني الى الله. خلي شكواك لله. مش كل ما تقعد الزوجة تشتكي، مع الجيران تشكو، مع الزملاء في العمل تشكو. طب وبعدين انت تشكو من؟ تشكو الاقدار لصاحبها سبحانه؟ تشكو الدنيا لخالقها؟ يا اخي سيدنا يعقوب قالوا تالله تذكر تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله، وانا بشكو لكم، انا بشتكي الى الله. شوف شكواه لما يوصلها لله تحل. لما ترفع انت امرك الى رئيس الدولة او الى الامير او الى الحاكم يكون سبب في حلها، فما بالك بمن يرفعها الى ملك الملوك سبحانه وتعالى. خلاص ترفع شكواك كيف؟ ثلث الاخير من الليل، قم كده لله وصلى ركعتين. وانا اؤمن الامة كلها، كل المشاهدين والمشاهدات، ان يقوموا بالليل فرادى وجماعات ويصلوا صلاة تهجد وصلاة حاجة بكشف الغمة عن ابنائنا وبناتنا في سوريا، ومش في سوريا وبس، وفي العراق وفي لبنان وفي السودان وفي اليمن وفي مصر وفي الجزائر، في كل مكان في ارض الله. لان استجلاب الرحمة الالهية بكثرة الدعاء، ان دعاء السحر هو سهام القدر. ادعو على الظلمة، وادعو على ان ربنا يؤمن المسلمين في بيوتهم ويجعل بيوتهم امنة. في نوع من القلوب ايضا، القلب الخاشع. يا سلام، القلب الخاشع ده اللي هو ايه؟ يعني قال ربنا: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لما تقرا القران وما تشعرش ان قلبك كده خشع وخاف من ايات العذاب ورجى ايات الرحمه، يبقى قلبك بعيد تماما. انا عايز قلبك ايه؟ يخشع. عايز تمرين، عايز تتدبر، توقف قول يا الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى عمل في فرعون وملأه كده، يا الله ليه؟ قال: فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. الله، يعني من اعمالهم سلط عليهم. يا خبر، يبقى اذا مش من ظلم فرعون بس، لا، من من
من فعل التابعين الذين ينافقون ويدبجون. سبحان الله. فالمؤمن الصادق لابد ان يخشع قلبه لذكر الله. ألم يأتي الوقت، يعني ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ لما تذكر الله ويذكر الله أمامه، كان عمر الله يرضى عليه عنده خطين تحت عينيه، الخطين دول تحت عينيه من كثرة البكاء، البكاء عمل مجرى في عين عمر. كثرة البكاء منين؟ يقول لو نادى منادي يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا ألا خشيت أن أكون هنا هذا الواحد. يا الله، مش إحنا كل واحد صلى ركعتين ولا مرة واضرب على الصلوات في المسجد يقول خلاص الحمد لله. شو يا أستاذ، أنا رحت العمرة من شهرين صليت هناك يمكن 200 ركعة. شو ركعة يا أستاذ بمئة ألف؟ هو أنت تبع المصرف المركزي تحسبها بالعدد؟ فالقضية عايزة يعني أنت أولا اصنع الخير وادعو رب العباد عز وجل، يعني سبحان الله العظيم ايه يعني يتقبل. بس طيب، في نوع من القلوب اللي هو القلوب القاسية، قلت في لطيف فبما نقضهم ميثاقهم، الكلام عن اليهود والعياذ بالله، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يا الله، القضية مش على بني اسرائيل بس، لا، اي قوم، اي امة، اي جماعة يعني تنقض ميثاقها مع الله عز وجل. سبحان الله، ربنا يجعل قلوبهم قاسية لا تقبل الحق. اضرب لك مثال، فرضنا جدلا انا اعمل في هيئة او مؤسسة اشترطت علي شروط معينة، يعني عشان تعمل عندنا تأتي الصباح الساعة 7 وتترك العمل الساعة 4، لك ساعة راحة في اليوم، لك يوم في اجازة في الاسبوع او راحة، لك في السنة كذا وراتبك كذا. تمام، جيت انا رحت ملخبط الميثاق بيني وبين المؤسسة، اروح الساعة 10 صباحا وامشي الساعة 1، اروح ساعتين وامشي، اخد ساعتين راحة وثلاثة، بدل ما اغيب يوم في الاسبوع اغيب لثلاثة ايام. يعملوا ايه اهل المؤسسة؟ ينذرون الاول، ما فيش فايدة، يحولون للجهة القانونية، ما فيش فايدة، يتم الفصل خلاص. ولله المثل الاعلى، رب العباد اوجدني بعقد عبودية، انا موجود في الدنيا بعقد عبودية، هذه العبودية يجب ان لا تخرج عن حدود هذا الميثاق. سبحان الله، فاذا تخرج عن حدود بهذا المنطق سبحان الله، فاذا هذه هو القلب القاسي. والقلب القاسي اللي هو ايه؟ لما البنت يجي لها عريس مناسب، لا 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 لا، ده من صفة القوم، ده انتسب لنا احنا عائلة فلان، يجي لنا هذا العريس، ده هي ابن الحلال، هو مش ابن 9 برضه؟ يعني مش انت برضه مكبت بطن امك 9 شهور وهو 9 اشهر؟ مش انت من طين يا ابن الطين وهو من طين؟ انت ليه يعني؟ انت من قطعة ذهب وهو من قطعة حجارة؟ يا اخي كلكم لآدم وآدم من تراب. لكن ده هو عامل انه سبحان الله، هذا قلب قاسي. القلب القاسي ده مع زوجته متعب، مع عياله متعب، مع اقاربه والعياذ بالله، يعني لا الامر، عشان لا اكون متعبا معكم ادعكم تستريحون مني قليلا ثم تعودوا الي ان شاء الله بعد الفصل حتى نرى ما أنواع هذه القلوب العجيبة التي تحويها صدورنا. اللهم ألن قلوبنا لذكرك واجعلها خاشعة لينة لك يا رب العالمين ولعبادك أنت ولذلك والقادر عليه. خليكم معي بعد الفصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتجول بين عجائب القلوب أو القلوب وعجائبها. في قلب يسمى القلب اللاهي، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه لاهية قلوبهم. يا الله، إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يا الله، القلب اللاهي ده لما تيجي تذكره بالله ويا فلان عندنا درس علمي في المنطقة، يا عم الله يرضى عليك، يا عم الشيوخ دول ناس ما يبدو عليهم مش عايشين في المجتمعات وعايشين في برج عادي، كلمونا بس عن الحلال والحرام. يا عم الله، هو انت تظن انك تستطيع ان تعيش في العالم من غير دين؟ يعني الدين هو يعني هو عمود وركن الحياة الاساسي، والا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. ولا دنيا لمن لم يحيي دين، ما كنتش انت تحيي الدين تضيع الدنيا. الناس كلها تظلم بعضها ويتعدى ناس على بعض، وهذا يرتشي وهذا يسرق وهذا يقتل. الله، احنا مش شايفين بعض طغاة العالم اللي بيقتلوا شعوبهم منين؟ من عدم وجود الدين.
لو ده ربي صغيرا بين اب يعرف الدين، لكن عمره ما شاف ابوه يصلي ولا يقول الله، والله اعلم بمذهبه وملته، وبعدين تحكم في رقاب الناس، ماذا صنع؟ قتل الناس. ليه؟ لغياب الدين. فانت لما تسمع ان طبيب مهمل ترك مش عارف ايه في بطن المريض في العمليه، وما عندوش دين. لو عنده دين كان يدقق ان الله يحب اذا عمل احدكم ان يتقنه. الواحد لما يعمل عمل لازم يتقنه. فالقلب الله ده قلب لما تذكره بالله يشمئز، واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. سبحان الله. فانا اريد من هذا الحوار كله ان اقول ان الانسان لو اصلح قلبه وجعله سليما والله امن هو وامن وامن من حوله وامن الناس منه. ليه؟ لانه لما يكون قلبه مليء بمحبه الناس تحبه ويوضع له القبول في الارض. لما يكون قلبه مليء بالتغافل والتغافر والسماح للناس والعفو عن الناس واستيعاب الناس، يعني سبحان الله بهذا المنطق يصير قلبا سليما ان شاء الله. وعشان تصير قلوبنا سليمه بدات ان شاء الله الاسئله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله. الو ام فاطمه من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه اهلا وسهلا يا بنتي. بالله يا شيخ، قلت لك من فتره اكتشفت ان زوجي يكلم في البنات ومش كلام بس، معناها حتى يمارس معاها في الجنس عن طريق التليفون. لا حول ولا قوه. نعم. صراحه ما قدرت نواجهها بالموضوع وماني قادره اتقبله، فماني عارفه شو الحل. هل نصارحها بالموضوع؟ هل نسكت ونستمر معاها عادي ما كاني سمعت شيء؟ عندك اولاد يا بنتي منه؟ عندي بنتين. ربنا يبارك فيهم يا رب. طيب يا بنتي، طب هو المشكله يا بنتي، حاضر انا اقول لك ايه اللي تعمليه، لكن هنقول له هو راجل اكيد لا يسمع يعني، لكن حاضر انصحك يا بنتي. حاضر. شكرا. بارك الله فيك يا بنتي. ام محمد من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك لله يا شيخ. الله يرضى عليك. خفضي صوت التلفزيون شويه يا ام محمد. تفضلي يا محمد، اهلا وسهلا. بحبك لله يا شيخنا. بحبك لله. الله يرضى عليك يا رب، يكرمك يا بنتي. الله يخليك. بطلب منك يا شيخ، تدعي عندي بنتين. ودائما بتقدموا لهم خطاب ودائما يعني بتحصل عثرات وعثرات كده، يعني ما بتتمم الكلام. فبطلب منك تدعي لهم في ثلث الليل. ربنا ربنا يوفقهم ويديهم اولاد الحلال. الله يا رب يرزقهم بمن يعينهم على طاعه الله، هم وبناتنا وبنات المسلمين ان شاء الله. حاضر. امانه يا شيخ. بارك الله فيك. يعني حاضر حاضر ان شاء الله. بارك الله فيك. بعد عنك. ابو جراح من ابو ظبي، السلام عليكم. هلا والله بهالصوت. يا هلا يا هلا ابو جراح، كيف حالك؟ السلام عليكم ورحمه الله. عليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيك يا رجل يا طيب؟ الله يرضى عليك ابو جراح، يبارك فيك يا رب. تفضل. شبارك ان شاء الله بخير. نعم الحمد لله ابو جراح، تفضل. ينفع علمك المسلمين والمسلمات ان شاء الله. يا رب يرضى يخبر بنا. ادعي لنا وللوالده وجميع المسلمين. يبارك فيك يا رب، الله يرضى عليك يا رب، تفضل ابو جراح. هذه في قلوب يا سيدي الكريم ما تلين الا بليان الحديد، سبحان الله. يا سطار يا رب. لا اله الا الله محمد رسول الله. كيف نلين هذه القلوب الحجريه لاخر حتى يورثونها لعيالهم؟ هذا السؤال الاول. طيب. السؤال الثاني، القلوب الطيبه يعني كقلوبكم وقلوب جميع المسلمين ان شاء الله ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، تحس في الراحه الاطمئنيه ويجذبك الانسان، يعني الانسان. نعم نعم صدقت. لكلامه لاخلاقه. نعم نعم. نبي نزرع هذا الشيء، كيف نزرعه في عيالنا في اللي حوالينا في اسرنا؟ جزاك الله خير. الله يرضى عليك ابو جراح، ما شاء الله عليك. الله يحفظك ان شاء الله. فيك ابو جراح، شكر الله لك. السلام عليكم يا طيب. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. ام خالد من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شيخ نبي اول تدعي لي يا شيخ، تدعي لعويك يا شيخ. حاضر يا بنت، ربنا يكرمك يا رب، الله يفك كربك يا سلام. وسؤال اخر يا شيخ، نحكي لك على موضوع القلوب يا شيخ. ايوه. يا شيخ ما عرفت يعني مثلا تدير شيء يعني ما يرضيش الناس، بس في قلبه وجوه يعني هو مش حرام يعني. فتعني في القلب يعني عادي يعني مش. لا يعني يخطر في قلب الانسان خواطر معينه، ولكن يعني قصدك هل يحاسب عليها ام لا؟ ايوه يا شيخ. طيب حاضر حاضر حاضر. جزاك الله خير. الله يرضى عليك يا رب. حاضر. بارك الله فيك. ايوه. طيب نجيب الى ان طيب حاضر الى ان تاتي مكالمته. حاضر. ام فاطمه على طريق الجاسوسيه المعروفه تيقنت ان زوجها يكلم في البنات، تعمل ايه؟ اولا
كل بني آدم خطاء، وهي من الواجب، احنا لسنا المقصلة الفرنسية للثورة الفرنسية ضد لويس الرابع عشر، لا، ولسنا الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي كان لما يعجبه انسان لا يعجبه انسان يفصل رأسه عن جسده كأنما خلق من غير رأس، ايضا هذه الاحكام ما تنفعش، ولا احنا النظام السوري اللي الناس مجرد تطلع في الشوارع الرجل يقتل الصغير والكبير، كلام برضو مش منطقي. نحن لسنا كل هؤلاء، نحن اذا سددوا وقاربوا، يعني ايه؟ يعني الرجل الذي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصبت حدا يا رسول الله، قال هل عندما جئت توضأت او تطهرت وجئت فصليت معنا؟ قال نعم يا رسول الله، قال ان الحسنات يذهبن السيئات. الله، فاحنا الاول انت يا بنتي تدعو له بالخير، الدعاء بالخير ان شاء الله في وانت ساجده كده، ان ربنا يهدي قلبه وربنا يشرح صدره ويجعل قلبه لين وقلبه سليم باذن الله رب العالمين. الامر الثاني لا تعامليه باحتقار، لا، لان هو لا تكوني معوانا على مع الشيطان عليه، لان هو اذا شعر ان زوجته هي ناظره المدرسه مديره المدرسه وهو التلميذ بتاع اولى ابتدائي ما ينفعش، احنا مش قاعدين له بالمسطره والعصا اما يا ولد تتادب، لا، هذا امر. الامر الثالث بطريقه غير مباشره، يعني نلين قلبه باذن الله رب العالمين وربنا يهدي الحال. ايها مكالمه، نعم، زهره من سويسرا، السلام عليكم. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سعيده بالحديث اليك. الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك، اهلا وسهلا. من فضلك انا اريد ان اسالك سؤالا، انا اقيم هنا من سنين. ايوه. ومتزوجه تقريبا 3 سنوات ونصف. زواج اسلامي شرعي لكن غير موثق. غير موثق من الجهات المدنيه. غير موثق. وانا عندي مشاكل مع زوجي لانه لا يريد التوثيق، يعني ومؤخرا عرفت انه يعني بيحاول انه ما نجيب اولاد مع بعض. فعندنا بعض المشاكل وحاليا منفصلين، ولكن لم يرمي علي يمين طلاق ولا شيء، وانا حائرة لانه لا ادري ماذا افعل. انا بنتي اصلي ومحجبة. الحمد لله بنتي. طيب السؤال، يعني الحمد لله. السؤال يا زهر معذرة، هذا الزوج له اب وام على صلة انت بهم ام مالوش حد كبير؟ ابوه وامه في ذمة الله. طبعا الله يرحمه. طيب هو يصلي ملتزم يعني؟ هو يصلي وملتزم. ما شاء الله ما شاء الله. ولكن لا افهم يعني. طيب انا ارجو انا غامض يعني، انا لا ادري هل هو لا يريد توثيق الزواج. ماشي. طيب طيب انتوا بنتي في جنيف ام في لوزان ام في زيورخ ام في؟ انا في جنيف. جنيف. طيب انت روح على المركز الاسلامي هناك، شيوخنا الفضلاء اللي في المركز، وقولوا والله يشوفون هذا الموضوع، وطالما انسان يصلي سوف يسمع للشيوخ، والحمد لله ان طالما ملتزم يبقى له كبير، ولما الانسان يكون كبير وعالم الدين ده شيء عظيم يا بنتي ما شاء الله. اذهبي هناك وهو ان شاء الله الشيخ والشيوخ الفضلاء اللي في المسجد باذن الله يقوم هذا الخير باذن الله. طيب محمد من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مولانا. الله يرضى عليك يا ابني، اهلا وسهلا. بدايه والله يا مولانا بالنسبه للقلوب انا عندي سؤال واحد فقط. نعم. علاج ادبار القلب بعد اقباله. نعم. يعني انا في الاول كنت الحمد لله احفظ القران الكريم كاملا ومقبل على الله، من فتره كده انقلبت راسا على عقبي. لا ان شاء الله تنعدم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. حاضر يا محمد، ربنا يقوي قلبك يا ابني ويجعله مقبل ان شاء الله. طيب شعبان من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ادعي لنا شيخنا، ربنا يخليك. يا رب يبارك فيك يا ابني، يسر لك امرك. ربنا يخليك، بس محتاج بس وصفه او شيء. المشاكل العائليه بيني وبين زوجتي ما بتنتهيش نهائي. عايزين وصفه كده او دعاء او شيء. حاضر. اتفه الاسباب يا شيخ، اتفه الاسباب يعني. حاجات ما تتفهمش خالص مثلا. انت 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 شعبان عصبي؟ عصبي. وزوجتي عصبيه. وزوجتك عصبيه؟ احنا عصبيين. الله يكون في عوننا يا ابني. طيب حاضر، ربنا ان شاء الله يهدي الحال. حاضر يا شعبان ان شاء الله. طيب يا شعبان حاضر، ربنا يهدي الحال يا ابني. أم أيوب من ليبيا، أهلا وسهلا، السلام عليكم. طيب حاضر، إلى أن تأتي يوم. طيب أم محمد من الشارقة، كلما تقدم الخطاب إلى ابنتها تعثرت الخطبة. أم محمد إحنا نتكلم عن الرزق، والزواج رزق، فإذا رب العباد سوف يأتي بهذا الرزق
في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي يريده لا انا ولا انت، ولكن الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى. التزويج والزواج رزق، وياتي في الوقت زي الولاده، الولاده لها موعد، ينزل الجنين من بطن امه في اللحظه الفلانيه، هذا رزق وياتي في الوقت الذي يريده الله، فلا تخلقي. ولكن دائما علينا بكثره الدعاء ان شاء الله. ابو جراح بيتعجب من القلوب التي كما هي كما الحديد كيف تلين. والله لا تلين القلوب الا بكثره الاستغفار، ذكر الاخره والدار الاخره، الجلسه مع الصالحين. ده اذا كانت قلوبنا، اذا كانت قلوب الغير ندعو لهم بالخير ان شاء الله باذن الله. كيف ننمي في الناس وفي الجيل القلب الطيب؟ احنا دايما نعمل امام الاطفال ان نعفو عن الناس، الا نتكلم عن الناس، لا نخوض في اعراض الناس، لا نسفه اراء الناس. مش لما يطلع متحدث في التلفزيون لا يعجبني رايه وسفه رايه واقلل من شانه، ولا ده كان معايا في المدرسه وكان خيبان وكان بيرسب وانا كنت متفوق عليه، بس هي لا اله الا الله. فالولد يطلع يلاقي ابوه كده منضبط. ام خالد من ليبيا تقول: هل خواطر القلوب نحاسب عليها؟ من كرم الله ان الخواطر لا نحاسب عليها، واذا كنا هنروح في داهيه، لكن من كرم الله ان الخواطر لا نحاسب عليها. حتى وصل الامر بالصحابه انهم كانوا يفكرون في ذات الله، قال هذا دليل الايمان، يعني ان شاء الله رب العالمين. نصحنا ابنتنا زهره من سويسرا ان هذا الزوج في لا يريد ان ينجب اولاد وتعيش هناك في قلق لعدم توثيق الزواج، فانا ارى ان ان شاء الله في المركز الاسلامي اللي في جنيف، وانا اعرف ان فيه ائمه فضل وعلم هدى يروحوا ان شاء الله ويحلوا الموضوع باذن الله. مشكلة ابننا محمد من دبي، علاج ادبار القلب بعد اقباله، ده مشكلة الجميع يا محمد ليس مشكلتك انت. ليه؟ القلوب يا ابني لها اقبال وادبار، احيانا يحبب اليك العبادة، قراءة القرآن، صلة الرحم، العفو عن الناس، كثرة الذكر، مجالس العلم، تنتقل من قناة فضائية تتكلم في الدين الى قناة فضائية اخرى تتكلم في الدين، وفجأة تجد ان القلب خف واصبح في حالة فتور، وبعدين اصبح حالة ادبار. يقول عليه الصلاة والسلام: ان للقلوب اقبالا وادبارا. القلوب لها حالات اقبال وحالات ادبار، فاذا اقبلت فتنفلوا واذا ادبرت فادوا الفريضة. يعني القلب لما يقبل عليك ايه؟ بكثرة الحسنات والخير، لان اعمل رصيد. ولما القلب يدبر خلاص عليك بالفريضة كويس. ليه؟ لان القلوب قد تكل، فاذا كلت القلوب تمل، فإذا ملت عميت، فلا ترى الحق حقا ولا الباطل باطلا. فأنا لا أجبر قلبي على شيء، وإنما خليه إيه؟ تأتي بالتبعية، عامل زي المريض، الطفل المريض نعطيه الدواء بإيه؟ مش بالعنف، لا، يعني محايلات ومداعبات ومساسات، وبعدين نعطيه العلاج، لأن العلاج ثقيل عليه، سبحان الله. فالقضية عايزة إيه؟ مداواة القلب بهذا الإيه؟ بهذا الأمر. ولدنا شعبان من دبي عايز إيه؟ وصفة كده، يعني روشتة لمشاكل مستمرة اللي بينه وبين زوجته. هو المشكلة في شعبان، سألت سؤال محدد عشان احنا عارفين القصة بتاع ايه لما الزوجين او احدهم يكون عصبي. لما الزوج يكون عصبي تبقى مصيبة، لما الزوج تكون عصبية تبقى مصيبتين، لما الزوج والزوجة يكونوا الاثنين عصبيين تبقى ثلاث مصايب. طب نحل ازاي؟ اول شيء يا محمد الحمد لله انك انسان واضح المعالم، فعلا انا عصبي. والانسان لما يكون عنده داء معين ويعترف به ده نص الحل، نصف الحل في اقتناعي بهذا الداء، وبعدين ابحث عن الحل، ده الربع الباقي. الربع الاخير في تطبيق الحل، يعني اقتنع ان انا مريض ده 50% من الحل، وبعدين اروح للجهه اللي تشخص المرض يبقى ده ايه 25%، ال 25 الباقيه عباره عن اخذ الدواء. ما هو الدواء؟ تعهدوا يا ولدي انت وزوجتك لما واحد يبتدي يشتد التاني يتركه، اقول له خلاص يسمع فقط ولا يرد. يعني زوجتك عصبية رفعت صوتها عليه، اسكت الاول، لا ترد في هذه الحالة خلاص. ولما يهدأ الجو ابتدي ادرس الموضوع بهدوء. والعكس، اذا كنت انت البادئ بالعصبية وبالانفعال هي من الواجب ايه تتركك لغاية ما تهدأ. لكن الكارثة ان اذا كان انت عصبي وهي عصبية واتخبطوا ببعض مش هنوصل لبر السلامة، بالعكس. يبقى اذا انا اريد ان اقول، انا اريد ان اقول ان الانسان المؤمن الصادق هو الانسان الذي يستلهم الكرم من الله سبحانه وتعالى،
والإنسان اللي يستلهم كرم الله عز وجل وفضل الله ليه؟ لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أيهما ثبت ثبت وأيهما أزاغ أزاغ. وذكر حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. فالإنسان يستلهم تثبيت القلب من رب العباد سبحانه وتعالى. أما بقية القلوب وعجائبها، سواء القلب المنافق، القلب المريض، القلب البعيد عن الله عز وجل، القلب اللي فيه زيغ والعياذ بالله، لما ربنا نزل آيات الكتاب فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون الفتنة ويتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. إذا القلب اللي إيه اللي يزيق اللي يحب إيه يسأل أسئلة لا تودي ولا تجيب ولا تعود عليه بالفائدة. الصحابة سألوا الرسول أسئلة محددة ونقلهم النبي من المهم إلى الأهم. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام. فقال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أمن بلادنا وبلاد المسلمين، وأمسك يد الظالمين التي تضر بأبنائنا في سوريا وفي غيرها، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.